السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده كاسيت باناسونيك بنسميه M50، في منه الأسود الأحمر، في منه كمان الناشونال برضه M50. الجهاز الكاسيت دوت الراديو بتاعه FM وAM وSW، الموديل بتاعه RX شرطة M50M3، صنع في إندونيسيا. ونشوفه مع بعض. This cassette is Panasonic راديو مالتي باند FM and AM and SW and tape موديل RX-M50M3 made in Indonesia. Thank you. أنا العاصمة السودانية الفرقان بوفد من المجتمع المدني. وعقب ورود شكاوى كثيرة من المواطنين فاقدي. يعني كده كذا مرة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أدبي أنا لا مشل يتهب فيها ولا نت ودي في الوصفة. مساء الفل على كل بيسمعونا وبيسمعوا انرجي 92. فيتحول مكان الجرح المخضب باللون الاحمر %99 من المخالفات كل يوم الصوت على زي ما شفنا الفيديو مع بعض. ان شاء الله نقول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت باناسونيك راديو متعدد الموجات FM وAM وSW وشريط كاسيت، الموديل بتاعه RX شرطة M50M3، صنع في اندونيسيا. ان شاء الله الفيديو نقول اعجاب حضراتكم. نتقابل في فيديو جديد. شكرا. This cassette is Panasonic راديو مالتي باند FM and AM and SW and tape موديل RX-M50M3 made in Indonesia. Thank you.